انا رايح اشوف المعمار جي ابو حسين واتفق معه على الشغله من بابه لمحرابه. يلا بخاطرك. الله معك ابن عمي، مع السلامه. يا مو لشو المعمار جي؟ الافندي ابوكي بده يخرب البيت مشان يعمر لمرت بشير افندي. يا ابو حسين الشغله مالها كبيره، يعني بدنا نفتح باب وحيط ومطبخ وحمام. اللي بدك اياه بصير بشير. انا برايي نفتح الباب من هون. ايوه قديش بدك طوله وعرضه؟ اخي مثل باب بيتي، خمطة منطق لا راح ولا اجى. تعال شوفه. إيه ما راح يختلف عنه بشي. هو احسن شي عندك حط له اياه. اللي بدك اياه بصير. ايه يا ابو حسين قد ايه بتكلفنا الدعكه كلها؟ اللي بدك اياها خالصه اجره وكرستها. ايه نعم. يعني ما بتعرف لا على عمال ولا على حجر وطين ولا على اجرتي؟ ايه نعم، انا ما بحب وجع الراس. كل شيء من عندك ابو حسين. مشي. ايه سيدي مشان الحيط بدك اياه حجر ولا البنوطين؟ مش انا اعرف شو بدي احسب لك. يا سيدي خليه حجر فرد مره، لانه انا مفكر خليه مقسوم على طول. على عيني. زين الحيط طوله. سلام عليكم. وعليكم السلام. علي ابو حاتم. علينا ابو حاتم. شو ابو حسين شايفك عنا بالحاره منوره؟ ايه والله ابو بشير عنده شغله جاي انتفان وياه عليها. ان شاء الله بالهنا. شو ابو بشير ناوي تعمر؟ والله بدي اجوز الولد عبال ما نفرح ببناتك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. قلت لحالي اقسم له غرفتين من هالبيت. شو رايك ابو حاتم؟ زينة العال. منين رح تفتح له الباب؟ والله انا برايي انسب قرنه نفتحها من هون. شو رأيك نفتح الباب من هون بحاتي؟ شو؟ منين بدك تفتح الباب؟ من هون أنسب شي بحاتي. شلون هي أنسب شي أبو بشير؟ من هون ما بتشرك البيت وما بيضايقني وبصير لحاله. ما بيضايقك بس بيضايقني إلي. لا إلك إرني غير الإرني. شلون بيضايقك أبو حاتم؟ أنا عم بفتح الباب من حيطي مو من حيطك. ما اختلفنا إنه من حيطك، بس مالك ملاحظ إنه باب بيتك صار مواجه باب بيتي؟ شو الفرق أبو حاتم؟ نص الحارة أبوابه مواجه بعض البعض، هلأ بابي رح يضايق؟ أخي أنا ما بحب انفتح باب ومواجه بابي. الله يرضى عليك يا أبو بشير، لا إلك إرني غير الإرني. ما معزن الزعل مشان قصة باب بلا طعمة. عمي ابو حسين تيسر الله يحن عليك، بس لقيناه يرني غير هاي الارنه بيبعث لك خبر. تيسر تيسر. واقف ابو حسين، شو شغله على كيفك ابو حاتم؟ الباب بده ينفتح من هون، لا تعريني الله يرضى عليك. ها بشير الباب ما بينفتح من هون ولا يرني غير هالرنه احسن ما نزغل. ها شو الشغله على كيفك ابو حاتم؟ على كيفي ونصب بشير. صلوا على النبي يا جماعه فهمونا شو القصه. تيسر انت ابو حسين تيسر. واقف ابو حسين، هذا الباب ما بينفتح ابو بشير. لا سيدي بده ينفتح. ان قلت ايه ونقلت لا. والله ما بخليك تفتحه اذا بتروح. روح يا يعني. لا شو على كيفك؟ اخي خلصونا انت وياه بس تتفقوا الدهولي. روح الله معك. وانا مالي سائل، والباب بده ينفتح من هون يعني بده ينفتح من هون. خلي على النبي بشير، خليني نفهم من ابو حاتم ليش ما بده الباب ينفتح من هون. انا يا اخي كل بيتي حريمات وما بيناسبني حدا يكشف على حريماتي. يعني نحن قليلين ناموس يا ابو حاتم حتى نطلع على حريمات؟ وحياتي اللي خلق اليوم ما بينفتح الباب الا من هون. وانا ما راح بسمح لك. وهلا بتشوف. وانا رايح اجيب معمرجي تاني. والله واللي اسمه الله ما بخليك تفتح اذا بتروح حي. صلي على النبي ابو حاتم مشان الله. صلي على النبي. اللهم صلي على النبي العربي. الله يخزيك يا شيطان. حسبي الله ونعم الوكيل. كل شيء بالرواق بصير يا ابو حاتم. وبركي حتى مرأيه انه يفتح الباب، شو بساوي بحالي؟ روح لعند الشيخ عبد العليم، واذا ما اقتنع روح لعند ابو شاب. عمي ابو مرزوق. يا عمي ابو مرزوق. عبدو وين عمك ابو مرزوق؟ ابو حاتم وصل على بيته عنده غرض بده يقضيه. عم ابو مرزوق استعوقه راح لحقه ولهلا اثنين ما حدا بين منه. يعني راحوا يكسروا السفره سوا؟ لك شو معرفنا يا علبي علمك. عبدو بشرفك، شلون كانت نومتك امبارح بالحمام؟ شلون بدها تكون يعني؟ مثل كل مرة. يعني ما خفت من شيء هيك ولا هيك؟ لك من شو بدي خاف يا؟ شلون علاك هاد؟ لك 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 لك! وا
وين وين انت ويانا حاضر ولا دستور وين؟ حط من ايدك انت وياه، حطه من ايديكم. لك عطي ياهم هيك اذا استلموا وبتتكنتوا وبتحمل وبتمشي انت ويانك حرامي. هدول عنا حرامية هلا بتحاسب. ولك حرامية ونص على ما بخيلك اركبوا رويا. ليك لكان عم بيقولوا نحن حرامية. انقلعوا وابعثوا لي نوري حركوا. شو عندي حتى اخذيننا؟ شو بالعلاقة؟ ما بنعرف شو عندي. انا بالمقفر طارق. ايدك هيك لا تفتح. امشي اتحرك. هاتوا. لك يلا يلا شو بدكم؟ يا عمي ابو قاسم الحق. لك شوفي مسلم شوفي نوري اخذ عبدو ابو كرم على الكركون. مشان شو؟ والله ما بعرف. مشان الله الحقون قبل ما ياكلوا فلقوا يحولوا عن النظاره. ماشي ماشي انت روح على شغلك، انا هلا بروح على المقفر بفهم ليش. ايه بسرعه مشان الله. يا شيخ عبد العليم يا شيخ عبد العليم اسمعني الله يرحم امواتك، انا مطمن من ناحيه تربايه بشير الله يسلمه، بس يا أخي شو بيمنع إذا صدفت باب بيتي مفتوح وهو طلع من بيته والله بيكشفني لنص بيتي ولو من غير قصد. مظبوط مظبوط كلامك. وأنا كل عيالي حريمات وبناتي لساتهم صغار، والصغير يا سيدنا ما بيقدر يعني ممكن يفتحوا الباب وما يسكروه. لا 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 الحق والشرع معك، وإذا أنت مالك موافق ما بصير يعمل شيء إلا بموافقتك. وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بس هو مصر أنه يفتح الباب وحلف يمين بالله أنه لا يفتحه اليوم غصبا عن الكل. بالشرع كل شيء له فتوى، المهم ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بيصير هدول بدهم يأكلوا فلا بعدين بده يتحول على المحكمة. الفا بجودات كانوا عم يمزحوا معه. شو عم يمزحوا؟ ما يمزحوا عيب، هذا الكلام ما بيجوز. نحن ما لنا حرامية، نحن ليل مع نهار عم نسهر وعم نلاحق المجرمين وقطعين الطرق لنحطهم بالحبس. هدول الاولاد بيقولوا عنا حراميه. عيب يا قاسم. روق سيدي روق. لك شو بدي روق يا قاسم؟ شو بدي روق؟ يمكن رجالك سمعوا غير اللي قالوا ابو كرم. شلون؟ فهمني. يمكن يمكن ما قالوا عنه حراميه. بس يا ابو قاسم يعني مثل ما عم اقول لك ابو جودات. فعلا شلون انا ما اتاكدت؟ بركة الجماعة فهماني غلط. يلا يخلينا الحكومة. نوري. نعم سيدي. نزيل طالع الشباب من النظارة وقال له هدول العناصر يفتحوا دنيهم منيح ما بدنا تبلى الناس. حاضر سيدي. ايه هذا الشغل المظبوط. ان شاء الله ما تاخذونا بقاسين. انتوا لا تاخذونا سيدي، لا تاخذونا. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. مهون برعاية الله. نعمة كريم. لا والله ما بشي يا قاسم بلش يفهم. ما لقيناهم إلا جايين وأخذوا عبده وأبو كرم. أبو قاسم ما كان دريان بس لما خبر راحوا طالعون. الله يخلينا يا ويخلينا ياك يا عقيد. تسلم يا أبو حاتم تسلم. يلا عاوز شي عقيد؟ أبو حاتم. نعم. فيك شي؟ ما في شي عقيد ما في شي. أبو حاتم شو في عم قلها؟ أبو بشير شو بو؟ بده يفتح باب من بيته مواجه باب بيتي. ايه تزعلنا أنا وياه ورحت قلت له للشيخ عبد العليم لأنه حلف يمين إلا ليفتح الباب اليوم ولا تأخذني عقيد أنا ما رح خليه يفتح الباب. لا تزعل أبو حاتم لا تزعل. أب بشير ما رح يفتح الباب. يعني رح تحاكيه عقيد؟ لا بس أب بشير ابن أصل وما رح يزعلك كرمال باب بده يفتحه مقابيل باب بيته. بس بده. خلصنا أبو حاتم خلصنا، ما رح تكون إلا رضيان وحياة الشوارع. الله يهدي بالك يا رب. معوضين عمي. عليك عمي.
السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين سيدنا. كيفك أبو بشير؟ الحمد لله. أنا عاوزك بأمر مهم. خير سيدي. هون ما رح يمشي الحال، أنا عم استناك عندي بالبيت، ولا طول علي. إيه؟ وأنا بأمرك سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، لاحق سيدنا يا بشير. نعم يا حبيبي. دير بالك على المحل، أنا واصل مشوار وراجع. تكل على الله. يا الله. بسم الله. مشي المشكاله بطه. الله وكيلك ما أزيته يا سيدي، ولا عم بفتح باب من بيته، الحيط حيطي وأنا بدي أفتح له طريق. بس هيك ما بيصير، الجار للجار ولو جار، والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أوصونا بالجار. ولا ما بتعرف الآية الكريمة؟ والجار ذي القربة والجار الجنوبي. صدق الله العظيم. بعرفها يا سيدي، والله العظيم بعرفها. ما زالك بتعرفها، لازم ما تزعل جارك وتحرص على راحته. بس يا سيدي. خلاص أبو بشير، المفروض منك ما تساوي شيء إلا بعد ما تأخذ أذنه، وهيك الدين بيقول. شو هالحكي يا سيدنا؟ نحن شو كنا عم نحكي يا أبو بشير؟ امشي أبو بشير، امشي. أبي دلال. نعم يا أبي. شو طبختينا اليوم أبي؟ شاكرية وبرغل. بس ما يكون شاط معك اللبن. ها؟ لا يا أبي. إطالعة شو شاكرية يا أبي؟ بتأخذ العقل. طيب وين الغداء؟ ما هتغدونا؟ مو على عيني. ودي ما بدك تساعد أختك؟ يا أبي أنا ما رح أكل لحتى أشوفك مبسوط. لك أبي أنا ما بنبسط إلا لحتى أشوفك أنت وإختك مروين. يلا حركي أبي، يلا وراها. أمرك يا أبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو حاتم. عم نقول مرحبا شبنا، ما ترد السلام؟ أهلين. إذا لساتك زعلان مشان الباب يا سيدي بطلت تفتح الباب، خليني أتضايق، بس ما يزعل مني جاري وحبيبي أبو حاتم. وإذا منشان اليمين راح صوم 3 أيام والله يسامحنا يا أبو حاتم. أنا بعرف إنك أصيل ومعدنك ذهب يا أب بشير، بس الله يلعن الشيطان، ظنيت انك ما رح تتراجع عن يمينك. يا سيدي الله يسامحنا، انا الحق علي، انا كنت لازم شاورك قبل ما اسوي شيء. الله محيي اصلك، احلى جار يا ابو بشير. اهلي يا ابو حاتم. هيك ها، الله لا يفرق بيناتكم ويبعد الزعل عن كل اهل الحاره.